انا ادريس بن صغير، غنحكي لكم القصه ديالي مع الجوجه ديالي، الحياه ديالي والحياه ديال الوليدات ديالي. هاد السيده هذه عندي معها جوج الاولاد. هاد السيده هذه تلاقيتها غادي مسافر للدار ديالنا وتلاقيتها حامله وغدا في الكار شبرها الوجع في الكار، وهبطتها القنيطره وولدت في الكار وخرجتها وضايفتها وكرمتها وعطيتها شي بركه لا انا ولا عائلتي ولا الناس اللي شافوها. ومشات للمكناس وضربت 15 يوم في المكناس وعيطت لي، ومشيت لقيت ديك البنت. هاد البنت هي بنتي الحقيقيه، لقيتها في حاله الموت وحطيت البطاقه ديالي وتكلفت بها وهربت لي بها ومشات للدار ديالهم. عتنتقم منها في الجبل وما كنعرف لا دارهم ولا دوارهم ولا قبيلتهم الا الله تبارك وتعالى اللي عرفني. وغادي كنقلب حتى وصلت بنتي وهزيتها ولقيت باها واخوتها وعائلتها والحريفيه وهي كتعدل العشاء والبنيتها مرميه، وهزيتها ونقدتها والصباح صبحت بها في وزان شهاده طبيه من من من, من مستودع، وخدات المعالج ديالها ودخلتها للدائره. عند رجال السلطة. بقى البنيتة عندها 25 يوم. قلت لها هذه البنت إذا قتلتيها غادي نقتلك، وشهدت عليها وكريت ليها وعطيتها الرزق وخرجت تواجهت العمل ديالي. والسيدة كتعيش محتارزة بديك السيدة باش ما تضيحهاش، وفي الأخر ولات عزت عليا ونقلتها لتطوان وكريت ليها وعيشت ديك البنيتة وعيشت راسي، وفي الأخر عزت عليا ومتزوجتها في 2006 على وجه ديك البنيته، وتزادت عندي بنيته اخرى سميتها هذيك هي بنتي الحقيقيه. وهاد السيده هذه كانت زوجة تعيش في كازا، وقبل ما تطلق منه كانت حامله، ونهار اللي تلاقيتها لقيتها دايره به دعوه بالطلاق طلاق خدعي، ووليت تبعتها تطلقت منه وتزوجت على طاعه الله ورسوله. اليوم عايشه معايا بالظلم والمنكر. السيدة هزت عليا المسائل اللي تحملتهاش، طلبت مني تخدم 2017 عطيتها التزام باش تخدم، راه كل شيء عندي في التزام. السيدة عندها الفلوس في البنك بالخيانة باش تتغطي الحلال بالحرام. اليوم كتكري في هاد كرة السبع، الوليدات اليوم هنا غدا هما هنا. عشت مع واحد السيد عشت معاه 7 شهور، حتى الناس في الجامع ولاو ينهيوه ويقولوا له بعد عاد خرجت كرات، حتى كتبت معايا المحضر في الدائره عاد خرجت كرات. كتكري دوك الوليدات هنا وهنا 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 وكتعذبهم بحال القطه، حتى تخونني في خانه الجوجيه. هذه الخانه الجوجيه لان السيده موجده الفلوس، الناس اللي دخلوا معنا بالخيط ابيض، الناس اللي دخلوا بالمعقول، قالوا لي وليداتك ما تضيعهمش، خليها تعطي، عطاتك 2 مليون، عطاتك 3 مليون، خلي وليداتك مستقر. وبغيت وقبلت من طرف ولادي، ما بغيتش نغير ولادي، من طرف حياه ولادي، ولادي تخيروا دارهم كما بغاوها هما، بلوستهم، بخدمتهم، انا هزيت عليهم الحجر، هزيت الظل، ما خليت، ضويت ليهم، الله عالم عليا. هذيك الدار غطيتها بحصيره، لا اله الا الله محمد رسول الله، غطيتها بحصيره باش نغطي ولادي، وحتى جاوا المؤمنين جاوا عاونوني، عاونوني بصحتهم، عاونوني بمالهم، وغطاو معايا الدار لوليداتي. اليوم وليداتي تيدوروا بالدار ديالهم وكيبكيو. اللهم الظلم، هاد المرأة ظلمة، خصكم تنتظروا على شنو هاد الظلمة هذا. كتنتقم من رجال الرجل الأول، علاش انتقمت منه قبل ما تطلق؟ صابحة في الكار غادا كتولد بالحرام. اليوم هي معيشاني في الحرام، معيشة ولادي في الحرام، أباهم باقي حي، لا يعيشوا في الظلم. ما أنا إلا ولدهم، ما هما ولادي إلا أنا أباهم، خدمت عليهم صغير نخدم عليهم كبير. هذيك دارهم، هذيك حياتهم، هذيك سيدة لا صالحة لا فاسدة لا منكر لا غدار، إلا تعطيني ولادي يعيشوا محضيين مرضيين. أنا قاد بهم، عائلتهم قادة بهم، السيدة كتحبس عليهم الزيارة. خوتي يا عباد الله، الأولاد كيشدوا العطلة، العود اللي يشدوا العطلة ويخرجوا يمشيوا لسيدي سليمان، يمشيوا قنيطرة، يمشيوا سدا، عندي العائلة كتحرمهم، خصهم يدخلوا للجبل ولا يدوزوا العطلة ديالهم في الدار محرومين، باش ما يعرفوا وما يتعرفوا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انا عندي امي، امه كامله كتعرفها، الا جات المحطه خصها البهيمه اللي تهبط معاها. واذا كنقول لكم شي حاجه كنكذب عليكم، كلشي كيعرفني. انا كنتعلق في البامبا على ولادي في السماء، في الموت في الحياه، باش نجيب العيش لولادي. الله لا اله الا الله،
محمد رسول الله. هاد السيدة عايشة في الظلم، عايشة في الغضب، وفي 2017 ضربت راسها بمطرقة ومشات دارت شهادة طبية وجابتها لها. وها الجيران شهود ولليتها كلهم بناو الديور ديالهم، وهي ما بغاتش تزيد تستارة على أن علاش خاصها تجمع الفلوس بالغضب وتخرج راجلها من دارها. هذا هو الطريقة اللي كتضرب عليها السيدة حفيدة الشريف. ما كتضربش على شي حاجة بأن خاصها تعيش دوك الأولاد مربيين محضيين بالصلاة والعبادة والصداقة والرحمة والكرامة والعز، وباهم في جنبهم لا يرتا. هادوك جوج بنيتات راهم قادين وعارفين خصهم الحماية، الحماية هو أباهم، ماشي الحماية هي النفقة. نعطيهم النفقة، النفقة أنا نفقت عليهم ملي كانوا صغار، نفق عليهم بدمي، بدمي نفق على ولادي. ما عندوش شي ولادي، ولكني باش يعيشوا معاك انت في الظلم والمنكر. ديك النهار مشيتي للجمعية جبتي الراميد، الراميد فيه الصغير، الصغير راه عائلة، حطمتيني. علاش تتصعي لي بولادي؟ علاش كتفسدي لي على ولادي؟ كتعيشيهم حرام وحياتهم حرام، دمهم حرام، قرايتهم حرام. لا يريد هذا المشكل هذا الا باباهم حي، الا يعيشوا في الدنيا بأمانة الله وبحق الله وبعبادة الله وبصدقة الله وبرحمة الله. واللهم ارحمنا وارحم الأمة الجميع المسلمين. يا ربي لما خذ حقي في هذه السيدة. هذه السيدة هذه انا كنت كاري وخرجت من الكرة، وعاونتني امي وعاونوني العائله وعاونوني القبيله كامله. عارف اني يا عباد الله سقفت بحصيره وغطيت ولادي، عرتهم الله يعريها. انا ضويت لولادي، يطفات لهم ضوهم الله يطفي لها ضوها. هاد السيده عايشه في المنكر. انا كنطلب منكم اخوتي خصكم تنتظروا لي في هاد المشكل ديالي. هاد المشكل ديالي انا راه عبد ضعيف، دري باغي الحق، باغي المعقول، باغي وليداتي، باغي داري، باغي نعيش بلا شبهات. انا قاد نعيش مع ولادي، قاد نخدم على ولادي، ماشي ولادي ديهم للزنقه وترجهم واي واحد يشوف هذا المنكر هذا. راه باهم باقي حي، نهز البيكو نهز البالا نعيش بنتي احسن بنت. انا كنطلب من هذه السيده هذه، هذه السيده هذه ماشي صالحه للمشكل اللي غادي نقصد لكم اخوتي. نقصد لكم هذه السيده ملي كانت تعيش في حياتها حرام. لو من هذه السيده ملي خرجت من الدار ديالها من عند هذا الرجل هذا، علاش تعطات للفساد وصبحة حاملة وغادا ترش هاد العيلة هادي؟ وانا اللي صبحت حامي هاد البنت هادي ومنزل البطاقة ديالي من حالة طرف هاد كانت في خطأ الموت، وتحملتها من يوم الدار، ومازال بنتي، بنتي اغلى بنتي هي عندي، بنتي ماشي بنتي. ولكني هاد السيدة هادي كتعرف غير كتخرج من الدار كتعطى للفساد. هاد البنات خصني نحميهم، انا ابا نحميهم، قاد بيهم. انا ولادي ما خصنيش يمشيو يطيحوا لي في المشاكل اللي طايحه فيه هي. هي غضب لا يرتاح غضب الا سيده غضب. واللهم منكر وظلم وغضب.